السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة دفعة 2024 الغاليين، هنكمل المسيرة مع يونت 1 ليسون 3 أند 4 جرامر. جرامر درس الثالث والرابع بيعتمد على شقين اثنين، الشق الأولاني هو Past Simple الماضي البسيط، والشق الثاني هو Past Continuous الماضي المستمر. Let's start. Past Simple زمن الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط زي ما احنا عارفين هو عبارة عن إشارة إلى حدث بدأ وانتهى في الماضي. بدأ وانتهى في الماضي. نشوف مع بعض أول حاجة فيه وهي formation اللي هو التكوين. كلمة formation اللي هو التكوين، يا ترى الباست سيمبل بيتكون من إيه؟ الباست سيمبل بيقول لي I'm the second form of the verb by adding D or ED or IED. نقولها عربي كده، بيقول لي أنا التصريف الثاني للفعل، second form of the verb by adding D or ED or IED. يبقى أنا التصريف الثاني للفعل بإضافة D أو ED أو IED. وهنا يطلع لنا ثلاث أسئلة مهمين قوي، إيه هو الفرق بين D والED والIED؟ يعني نحط السؤال الأولاني ونقول When do we add ED؟ When do we add ED؟ يا ترى إحنا بنضيف الED إمتى؟ قال لك بنضيف الED مع most verbs. Most verbs فعلا معظم أفعال اللغة الإنجليزية عشان تحولها من مضارع إلى ماضي اولا لازم تحط لها ED. اديني مثال بسيط كده. قال لك مثال عندنا في فعل اسمه visit. visit الماضي بتاعه اكيد visited. visited ها مثلا فعل تاني اسمه help، الماضي بتاعه helped. helped فعل مثلا اسمه cook والماضي بتاعه cooked. وهنلاحظ ان الجروب اللي قدامي ده كله انضاف له ED. يبقى متى يتم إضافة ED؟ الإجابة with most verbs مع معظم الأفعال. السؤال الثاني وده الأهم، when do we add D؟ when do we add D؟ يا ترى إحنا بنضيف D للفعل إمتى؟ كانت الإجابة ببساطة عندنا if the verb ends in E. يعني لو الفعل ببساطة انتهى بإيه على طول بنحط له دي، مش معقول هيبقى آخره إيه وحط له إي دي كمان. مثال بسيط كده، عندنا فعل اسمه love. love الماضي بتاعه loved، زي مثلا كلمة like برضو الماضي بتاعه liked. وعندنا فعل اسمه smile والماضي بتاعه smiled. إذن فالجروب ده كمان ضفنا له دي. يبقى when do we add دي؟ امتى بنضيف للفعل دي؟ اذا انتهى الفعل بإي. عشان احول الفعل من مضارع لماضي بحط له يا اي دي يا دي، وبنحط الدي اذا انتهى الفعل بإي. ندخل على question number 3. When do we add IED؟ طب امتى بنضيف للفعل IED؟ ببساطة خالص when do we add ED؟ قال لك إذا انتهى الفعل بواي وقبلها حرف ساكن، ساعتها تقلب الواي إلى IED. If the verb ends in Y preceded by a consonant, then Y changed into IED. For example, try and cry. Try الماضي بتاعها tried. وcry الماضي بتاعها cried. وبكده قدرت احول الفعل من مضارع الى ماضي وضفت له IED، وكذلك كلمة مثلا study. طيب لو عندي فعل تاني زي الفعل اسمه play. فعل اسمه play، الماضي بتاع play played. الله، طب انت عملت play played ليه ما قلبتش الواي الى IED هنا؟ قول لي لان الواي هنا مسبوكة بفاول. سبب ايه فاول؟ والفاول هنا على طول بيلغي عملها، وبالتالي بتبقى الواي كما هي ونضيف اي دي. يبقى دلوقتي انا اول حاجه خلصت منها الفورميشن اللي هو التكوين، الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل باضافه دي او اي دي او اي دي مع حفظ الافعال الريجولر اللي هي الغير منتظم. طب نيجي نسال سؤال ثاني، What are irregular verbs؟ سؤال مهم قوي، What are irregular verbs؟ ايه هي الافعال الغير منتظمه؟ قال لك الافعال الغير منتظمه دي افعال they don't have افعال ما بتاخدش don't have d or ed or ied. افعال لا بنحط لها لا d ولا ed ولا ied، but they must be kept، لازم تتحفظ زي ما هي. ممكن تديني مثال بسيط؟ هو مثال ولا اتنين ونخلص الليلة. عندك مثلا فعل اسمه sleep، يا ترى الماضي بتاعه ايه؟
slept. فعل تاني مثلا اسمه break اللي هي اكسر، الماضي بتاعه broke، وهكذا. مثلا فعل تاني اسمه مثلا write، الماضي بتاعه wrote. خلصت الرؤية عندي ان الافعال، ان تكوين الزمن دوت زمن الماضي البسيط بيدل على حدث بدأ وانتهى في الماضي، وده هنشوفها حالا ونكررها دلوقتي. اما التكوين وسهل جدا، افعال بضاف لها دي اور اي دي اور اي اي دي اند irregular verbs that they must be kept. ندخل على المعلومه رقم 2 وهي نيجاتيف. ازاي اقدر انفي الماضي البسيط؟ وهنا بقى دخلنا على نقاط الامتحان المهمه قوي. النيجاتيف اللي هو نفي الماضي البسيط، ينفى الماضي البسيط بكلمه didn't. ينفى الماضي البسيط بكلمه didn't plus infinitive، يعني didn't زائد المصدر. والكلام ده لو عندي فعل اساسي، يعني مثلا لو كانت help تبقى didn't help، لو كانت went تبقى didn't go، لو كانت slept يبقى didn't sleep. وبالتالي ما باجي انفي بنفي بكلمه didn't plus infinitive، didn't plus infinitive. في نفي تاني اهم منهم وهو استخدام was ونفيها wasn't، ونفي تاني بكلمه were مع الجمع ونفيها weren't. بس في اللحظه دي ما ينفعش يجي وراهم infinitive. امال ايه اللي هيجي وراهم؟ قال لك هيجي وراهم الاتي، اما preposition اللي هو حرف جر، واما الناون اللي هو الاسم، واما adjective اللي هي الصفه، واما عندنا حاجه اسمها past participle اللي هو التصريف الثالث. لازم نشوف امثله على جزء المنفي دوت، لان ده مهم جدا جدا. يقول لك في مثال بسيط خالص بيقول احمد went to school، احمد ذهب الى المدرسه مثلا yesterday. احمد went to school yesterday، احمد راح المدرسه امبارح. عايز انفي الجمله دي، اول حاجه ابص على الفعل اللي عندي لقيت went. went دي زمانها ايه؟ ماضي بسيط، وانا اتعلمت النفي الماضي البسيط بكلمه didn't plus infinitive. يبقى هنا هضطر فيها ازاي؟ قال لك هتحط احمد didn't، ونرجع بقى الفعل الاصل، اصل went ايه؟ go. يبقى احمد didn't go to school yesterday، ما راحش المدرسه امبارح. انا ليه استخدمت didn't ما استخدمتش wasn't weren't زي انت بتقول لي؟ قال لك لان انت عندك هنا فعل اساسي، والفعل الاساسي هو الفعل الذي يحتوي على حركه وليس verb to be and so on. طب نجيب ممكن حاجه زي كده؟ طب تعال نشوف المثال اللي معانا. يقول لك علي was a doctor. علي was happy. علي was at home. علي was punished. هنلاحظ ان انا جبت ثلاث حاجات معايا. الحاجه الاولانيه واحنا صريحه معانا كده ان انا حطيت دكتور. دكتور ده عباره عن اسم. ماشي، يبقى was بيجي وراها noun. طيب happy ده عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن صفه. وات هوم حطينا فيها البريبوزيشن اللي هو حرف الجر. واخيرا punished ده تصريف ايه؟ ثاني. طب يلا ننفي الاربع اشكال دولي. قال لك was ببساطه هتبقى wasn't. يبقى علي wasn't a doctor، علي wasn't happy، علي wasn't at home، علي wasn't punished. يبقى انا نفيت الطريقتين معايا، اما didn't واما wasn't weren't. طب امتى نستخدم weren't؟ قول لما يكون عندك الفاعل هنا جامع، وليكن مثلا they were ممكن doctors، happy at home، punished. وبالتالي اما اجي انفي وير هتبقى weren't. يبقى خلصنا دلوقتي من مرحله الفورميشن اللي هو التكوين، وخلصنا كمان من مرحله النيجاتيف النفي. ندخل على المرحله الثالثه وهي مرحله هاو تو فورم ا كويتشن، ازاي نقدر نشكل سؤال في زمن الماضي البسيط. هاو تو فورم ا كويتشن، ازاي نقدر نشكل سؤال كويتشن. احنا عارفين طبعا ان احنا عندنا في كل طريق عندنا نوعين من الاسئله، في نوعين اثنين من الاسئله. النوع الاولاني اسمه WH question or sorry yes or no question، والنوع الثاني اسمه WH question. في اليس اور نو question ده سؤال بيحمل في طيته معنى هل، وبالتالي الاجابه بتاعته لازم تكون yes or no. وليكن مثال كده، احنا في الماضي البسيط يبقى هنعمل السؤال بديد، يعني هنعمل الفاعل اداه ديد الاول سوري ديد بلس السبجكت اللي هو الفاعل بلس المصدر. معروف ان فيرب تو دو محتاج الانفينيتيف اللي هو المصدر، يعني ديد فاعل مصدر. وليكن المثال الشهير بقول لك مثلا ديد هي بلاي تنس، ها
هل هو لاعب التنس وممكن تزود عليها يسترداي في الماضي عشان تاكد ان الجمله ماضي؟ فقال لك الاجابه ها did he play tennis yes he did. طب لو no ها no he didn't. وبالتالي انا قدرت اعمل سؤال اجابته yes or no خاصه لما يبدا بايه بهل. طب لو عندي النوع الثاني اللي هو ال WH question. في ال WH question هو سؤال بيبدا باداه استفهام تحتوي على حرفي ال WH او ال HW زي كلمه مثلا what where when how how many how old and any question any article. هنحط اداه استفهام وننزل كل حاجه من المنطقه دي زي ما هي قدامنا كده. ازاي؟ تعال نشوف. قال لك اداه الاستفهام وبعد كده نحط ديد بحرف سمول لانها خلاص عدت مرحله ثانيه، ونحط السبجكت اللي هو الفاعل ثم الانفينيتيف اللي هو المصدر. هنلاحظ ان انا نقلت الكلام ده هو هو. طب اديني مستر كده سؤال عينيا الاثنين. يقول لك سؤال ايه؟ وات ديد عادل ايت يسترداي؟ عادل الجميل ده كان امبارح. الاجابه ببساطه هنبدا بالفعل اللي عندنا، الفعل اللي هو عندنا اسمه عادل، يبقى عادل هنحول الجمله بقى للماضي، ما ينفعش اقول عادل ايتس ولا لا لازم تكون في الماضي، لانك انت هتشيل ديد من السؤال وبالتالي ترجع لاصلها الماضي بتاعها، يبقى عادل ايت مثلا اكل اي حاجه ياكلها ابلز مثلا. يبقى عادل ايت ابلز يسترداي اكل التفاح. واضح جدا ان السؤال طريقته سهله جدا. المرحله اللي بعد كده وهي هاو تو تشينج ات فروم اكتف انتو باسيف، ازاي نقدر نحوله من معلوم الى مجهول؟ يلا نشوف. اكتف اند باسيف، اذا كلمه اكتف، واكتف يعني معلوم وطبعا باسيف يعني مجهول، يبقى اكتف اند باسيف اللي هو المعلوم والمجهول. يعرف اعرف يعني ايه اكتف ويعني ايه باسيف؟ قال لك الاكتف يعني فاعل الجمله معروف، وباسيف يعني فاعل الجمله مش معروف. ندي مثال كده في زمن الباست سيمبل ونشوف هيشتغل معايا ازاي. سامي ايت ابلز، مثال بسيط خالص اهو، سامي اكل التفاح بالامس. الجمله صريحه جدا وهي جمله معلوم لان الفاعل عندي معروف اللي هو سامي، والمفعول عندي ابلز. قال لك للتحويل من معلوم الى مجهول نبدا بالاوبجكت. اوبجكت يعني ايه؟ المفعول. واحنا في زمن اسمه الباست سيمبل يبقى هنحط واز اور وير بلس حاجه اسمها البي بي اللي هو التصريف الثالث. اذا فالتصريف الثالث من الاساسيات اللي هتبقى عندي. تعال نشوف مثال كده بتاع سامي. سامي ايت ابلز، ابدا بابلز لو سمحت. قال لك بدانا بابلز، وابلز هنا اشوف هتاخد واز اور وير. طبعا ابلز جمع ما تاخدش واز، تاخد كلمه وير، يبقى ابلز وير، والتصريف الثالث من الفعل ايت هيبقى ايتن. ابلز وير ايتن، التفاح قد ايه اكل. ممكن نقولها باي فلان للتاكيد على من فعل الفعل بس. خلصنا من الاكتف والباسف بسهوله، بس قبل ما نخرج من الاكتف والباسف يا طلاب ثالثه ثانوي، ازاي تقدر تعمل سؤال مجهول؟ اعمل مقص واخلص. هتبقى بالشكل دوت. يعني لو مسكنا الجمله معانا دي ابلز وير ايتن، هنبدا بكلمه وير وهتبقى معناها هل. وير ابلز، هل التفاح؟ ها ايتن. الله، اذا فقدرت اعمل صيغه سؤال بس مجهول. طب نعملها ازاي؟ تعالوا نشوف سوا ونحط القاعده بتاعتنا. قال لك بدل ما كنت بتبدا بالاوبجكت وزر وير والتصريف الثالث، هتبدا بوازر وير بلس الاوبجكت اللي هو المفعول اللي هو ابلز فوق بلس حاجه اسمها البي بي، وبالتالي هنعمل كده صيغه السؤال. خلصنا كده من الاكتف والباسف سواء كان جمله مثبته وسواء جمله افيرمتيف اللي هو جمله صيغه السؤال. طيب نخش على مرحله ثانيه. احنا خلصنا دلوقتي الفورميشن اللي هو التكوين، خلصنا النيجاتيف اللي هو النفي، خلصنا الكويتشن هاو تو فورم كويتشن ازاي نكون سؤال، خلصنا هاو تو تشينج ات فروم اكتف انتو باسيف. فاضل عندي حاجه صغيره خالص اسمها كي ووردز. كي ووردز اللي هي الكلمات الداله على هذا الزمن. كي ووردز، ودايما تقولنا كي ووردز الكلمات الداله على زمن الماضي البسيط، بسيطه جدا جدا. ايه هي الكلمات الداله على الماضي البسيط؟ الكلمات الداله على الماضي البسيط حافظينها من صغرنا. اول كلمه اسمها last بكل مشتقاتها، in the past في الماضي، last in the past، yesterday yesterday اللي هي امس، ومعانا كلمه once ها one day one day، ان واي سنه في الماضي، يعني مثلا 2003. علامات الماضي البسيط كتيره جدا،
يعني ممكن اقول last week, last month, last year, last بكل مشتقاتها. تاني حاجة عندنا كلمة yesterday. yesterday شهيرة بمعنى امس، يبقى اكيد هتتكلم عن شيء في زمان الماضي. ها once one day ذات مرة ويوم في يوم من الايام يحكى ان، طبعا دي بتشير لحاجات هتحصل او كانت بتحصل فين في الماضي. ومعنا in 2003 في عام 2003 مثلا، حط اي سنة في الماضي. The last in the past, yesterday ago, once one day, in واي سنة في الماضي. هميز الكلمات دي بكلمة اسمها ago. واقول لو تلاحظت ان انا حطيتها في اخر الجملة كده ومطبعها بالفول ستوب. ago دي بتيجي في نهاية الجملة مسبوكة بحاجة اسمها المدة الزمنية. مسبوكة بالمدة الزمنية. في الزمن الشهير بتاعنا اللي هو الباست سيمبل. اديني مثال عشان نفهم على الجزء دوت. I saw علي 3 days ago. انا شفت علي من 3 ايام. هنلاحظ ان كلمه اجو برضو جت في نهايه الجمله، بس مسبوقه المره دي بحاجه اسمها 3 days. 3 days ده عباره عن تايمنج اللي هو المده الزمنيه في زمن اسمه الماضي البسيط من كلمه سي. فعلا تصريفات سي لو نشوفها سي سو سين، فعلا زي اي فعل في اللغه عندنا له تصريفين اثنين، له ثلاث تصريفات. التصريف الثاني ده هو الماضي البسيط، فاستخدمنا كلمة أجو مسبوقة بالمدة الزمنية في زمن اسمه الماضي البسيط. أعتقد كده خلص الماضي البسيط كشرح. في تركات بقى للماضي البسيط وأهمهم تركة يزدتو، وتعالوا نشوفها كويس مع بعض بعد الفاصل. ابني الغالي طالب ثالثة ثانوي، بنتي المحترمة، أرجوك خلي بالك من نفسك، أرجوك خلي بالك من حياتك، على قد حلمك ربنا هيديك، احلم بشقة صغيرة، احلم بفيلا كبيرة ربنا هيديها لك، احلم بمجموع عالي، احلم بمجموع متوسط ربنا هيديهولك. طمعك في ربنا شيء كويس، اطمع في كرمه هتوصل لهدفك، بس على قد حلمك وسعيك هتوصل. اوعى تنسى فضل ربنا عليك وبعدين فضل والدك ووالدتك عليك. حاول واسعى واجتهد وعافر في دنيتك هتوصل بأمر الله. دلوقتي هنخش على التركية المهمة، وهي تركية الباست سيمبل واستخدام قاعدة يوزد تو. يا جماعة مهمة جدا جدا، مفيش امتحان يخلو من يوزد تو. تعال نسمي الله ونشوف حكايتك يا يوزد تو معايا. يوزد تو بسيطة خالص، لو بصينا لها كده هنلاقيها يوزد تو. يوزد تو لها معنيين اتنين، معنى مع العاقل واكيد معنى مع غير العاقل. نسمي الله ونصلي على رسول الله. اول حاجة عندنا مع العاقل ويبقى معناها اعتاد ان، ودي مهمة جدا بالنسبة لي، اعتاد ان. اما مع غير العاقل فمعناها يستخدم فيه، يستخدم فيه. تعال نشرحهم واحدة واحدة كده ونسمي الله. اولا مع العاقل. شغل امتحانات بقى هيبتدي. اما يقول لي مثال بسيط مع العاقل، علي used to smoke. الجملة واضحة وصريحة، علي اعتاد ان يدخن. لما يجيب لك جملة فيها used to وبعدين جي وراها الانفينيتيف اللي هو المصدر وحط قدامها الفاعل، دي بتدل على ان الشخص ده اللي هو علي كان معتاد على شيء في الماضي وانتهى، الشيء ده بطله وقلنا عليه فاصل، بطل ما عادش شغال. يعني الجملة دي ممكن تتحور لمعاني تانية. ايوه هتتحور لمعاني تانية كتيرة. زي ايه كده؟ لما يقول لك ان علي يوزد تو سموك معناها ان علي كان معتادا على التدخين وبطل. ولو قلنا بالظبط كده قال لك بتساوي علي stopped smoking، دي معناها ان علي بطل تدخين. كويس جدا. دي معناها ان علي no longer، ها سمعها no longer smoke ولا smokes؟ yes smokes. دي معناها ان علي no longer smokes. معناها ايه كمان؟ معناها ان علي doesn't smoke anymore، دي معناها انه ما عادش بيدخن زيادة عن كده. دي معناها ان it was علي's habit. it was علي's habit، دي كانت عادة علي to smoke ان هو يدخن. الله الله الله. اذا فهي جملة وطلع لها اربعة بيسووها. الجزء الاولاني علي يوزد سموك، علي اعتاد ان يدخن، وقال لك انها بتساوي ان علي stopped smoking. يعني ايه علي stopped smoking؟ دي معناها ان علي توقف عن التدخين. دي معناها انها كانت a habit،
عادة عنده وبطلها. النقطة الثانية علي no longer smokes، ونخلي بالنا من اس المفرد ده معناها انه حاليا بطل التدخين. علي doesn't smoke anymore، ما عادش بيدخن اكتر من كده، ده معناها انه بطل. وقال لك it was Ali's habit، وهنا النقطة بقى الفيصلة، احذروا موز دي، it was Ali's habit، كانت عادة علي ان يدخن، دي معناها ان now he stopped smoking، دلوقتي ما عادش بيدخن. طيب دلوقتي هنخش على التركية المهمة، وهي تركية الباست سيمبل واستخدام قاعدة يوزد تو. يا جماعة مهمة جدا جدا، مفيش امتحان يخلو من يوزد تو. تعال نسمي الله ونشوف حكايتك يا يوزد تو معايا. يوزد تو بسيطة خالص، لو بصينا لها كده هنلاقيها يوزد تو. يوزد تو لها معنيين اتنين، معنى مع العاقل واكيد معنى مع غير العاقل. نسمي الله ونصلي على رسول الله. اول حاجه عندنا مع العاقل، ويبقى معناها اعتاد ان، ودي مهمه جدا بالنسبه لي، اعتاد ان. اما مع غير العاقل فمعناها يستخدم فيه، يستخدم فيه. تعال نشرحهم واحده واحده كده ونسمي الله. اولا مع العاقل، شغل امتحانات بقى هيبتدي. اما يقول لي مثال بسيط مع العاقل، علي used to smoke. الجمله واضحه وصريحه، علي اعتاد ان يدخن. لما يجيب لك جمله فيها used to وبعدين جه وراها الانفينيتيف اللي هو المصدر وحط قدامها الفاعل، دي بتدل على ان الشخص ده اللي هو علي كان معتاد على شيء في الماضي وانتهى، الشيء ده بطله وقلنا عليه فاصل، بطل ما عادش شغال. يعني الجملة دي ممكن تتحور لمعاني تانية؟ ايوه هتتحور لمعاني تانية كتيرة. زي ايه كده؟ لما يقول لك ان علي يوزد تو سموك، معناها ان علي كان معتادا على التدخين وبطل. ولو قلنا بالظبط كده قال لك بتساوي علي stopped smoking، دي معناها ان علي بطل تدخين. كويس جدا، دي معناها ان علي no longer، ها سمعها no longer smoke ولا smokes؟ yes smokes، دي معناها ان علي no longer smokes. معناها ايه كمان؟ معناها ان علي doesn't smoke anymore، دي معناها انه ما عادش بيدخن زيادة عن كده. دي معناها ان it was Ali's habit، it was Ali's habit، دي كانت عادة علي to smoke ان هو يدخن. الله الله الله. اذا فهي جملة وطلع لها اربعة بيسووها. الجزء الاولاني علي يوزد سموك، علي اعتاد ان يدخن، وقال لك انها بتساوي ان علي stopped smoking. يعني ايه علي stopped smoking؟ دي معناها ان علي توقف عن التدخين، دي معناها انها كانت a habit، عادة عنده وبطلها. النقطة الثانية علي no longer smokes، ونخلي بالنا من اس المفرد، دي معناها انه حاليا بطل التدخين. علي doesn't smoke anymore، ما عادش بيدخن اكتر من كده، دي معناها انه بطل. وقال لك it was Ali's habit، وهنا النقطة بقى الفيصلية، احذروا موز دي، it was Ali's habit، كانت عادة علي ان يدخن، دي معناها ان now he stopped smoking، دلوقتي ما عادش بيدخن. طيب ممكن اقولها كده نفس المثال، ان علي used to smoke، علي اعتاد ان يدخن، but now، ولكن الان، he، يا ترى نختار ايه؟ هنقول he isn't ولا he doesn't ولا he مثلا hasn't؟ كان في ناس تفكر يقول لك هي مفرد، خلاص ناخد حاجه مفرد، ما كلهم مفرد، طب انا هاخد ايه؟ قال لك عندك ببساطه هتلاقي الفعل عندك سموك، وده اسمه مين فيرب. هل ينفع اقول isn't؟ قول له طبعا اولا isn't ما تنفعش، لعدم وجود فيرب تو بي، كان لازم نلاقي هنا فيرب تو بي عشان ساعتها ناخد isn't. طيب يبقى ما عادش عندي غير hasn't و doesn't، فعلا ده فيرب وده فعل اصلي، والفعل الاصلي مع هي وشي وات بننفيه بكلمه doesn't، وبالتالي الاجابه الصحيحه هي doesn't من غير ما نروح لمين؟ لهزت. طب لو مسكت نفس المثال وغيرت فيه حاجه بسيطه كده، وقلت لك علي used to be fat، علي كان تخين قوي، كان مليان، فاستخدم المره دي فيرب ايه؟ to be. نقول but now، ولكن الان، هي استخدمت فيرب تو بي، هل هقول isn't
ولا doesn't ولا hasn't. نفس الاختيارات الثلاثة اللي فوق. تعال نشوفها ازاي. انت لقيت هنا فعل اساسي فاخدت لي don't و doesn't، وكمان الفاعل مفرد فاخدنا doesn't. طب هنا فيرب ايه؟ فيرب to be. فيرب to be يعني am is are، وبالتالي لازم اخد حاجة في المضارع فيها am او is او are، وطلعت الرؤية عندي صريحة، لا هي hasn't ولا هي doesn't، لكن هناخد على طول كلمة isn't. طيب هل في طريقة لنفي used to؟ قل له ببساطة خالص نيجاتيف، اللي هو نفي used to نيجاتيف. ازاي اقدر انفي used to؟ used to نفيها صريح جدا. اول واحدة عندي اسمها used didn't، sorry didn't use to، دي معناها انه لم يكن معتادا على. ولو مسكنا المثال علي used to smoke، نفيها علي didn't use to smoke. في نفي تاني حلو قوي الناس ما بتستخدموش او ما بتشوفوش تقريبا، وهو استخدام used not to، وده معناها اعتاد الا يفعل كذا. الراجل ده اعتاد الا يفعل هذا الشيء. used not to يعني ما اقول مثال علي used to smoke، يبقى علي used not to smoke. في نفي ثالث، طبعا في نفي ثالث اسمه never used to، اعتاد الا يفعل كذا، وبرضه بيجي وراها حاجه اسمها الانفينيتيف اللي هو المصدر. طلابي الاعزاء احذروا used to. used to مالي الدنيا ومالي الامتحانات. يبقى used to اولا مع الفاعل العاقل بتيجي وراها المصدر على طول، وبتدل على ان الشخص او الفاعل العاقل ده كان معتاد على شيء في الماضي وانتهى. ونفيها بثلاث طرق، الاصليه عندنا didn't used to او never used to او used not to. طيب انا عايز اقول ان علي كان متعود على حاجه ولسه متعود عليها، تعالوا نشوفها سوا في الجزء دوت. في مثال بيقول لك ان علي ها is used to smoking. اهلا وسهلا، ايه ده؟ ده كانت هناك used to smoke، كانت used to smoke. ايش معنى انت جبت لي used to المره دي وراها فعل في اي ان جي؟ قول له احنا اتعلمنا قاعدتين. القاعدة الأولى لما بنجيب فاعل عاقل ونحط وراه used to على طول، used to في اللحظة دي هيجي وراها المصدر. وقلنا إن القاعدة دي معناها إن الشخص ده كان متعود على شيء وفاصل، ما عادش بيعمله خلاص بطل. أمال إيه المثال اللي معانا ده أو القاعدة اللي معانا دي؟ قال لك دي قاعدة تانية مهمة أوي تخلي بالكم منها. بتقول إيه القاعدة ديت؟ بيقول لك إن علي ده فاعل عاقل. فاعل عاقل. والمرة دي حطيت وراه فيرب تو بي. أهلا وسهلا. فيرب تو بي واضح قدامي أهو. ثم يوزد تو، يوزد تو اللي جه وراها المرة دي فيربينج. خلاصة الكلام أدى القاعدة بتقول إن الفاعل العاقل لما بيجي معاه فيرب تو بي أو قبله سوري بعده فيرب تو بي، يوزد تو بي وراها فعل فيه أي إن جي. طيب تعال نشوف المثال اللي معانا. علي is used to smoking، دي معناها ان علي كان وما زال معتادا على التدخين. يبقى دي بنقول عاده ما زالت مستمره حتى الان. عاده ما زالت مستمره حتى الان، دي اسمها ايه؟ used to لما تكون مع الفاعل العاقل. طيب المثال اللي معانا ده معناه ايه؟ قال لك ببساطه معناه حاجه حلوه قوي. قال لك ان علي is still smoking، ده معناها ان علي لسه عمال بيدخن. ادي واحد، علي is still smoking. قال لك انها بتساوي، قال لك انها بتساوي علي it was علي's habit. قال لك دي معناها ان it is علي's habit، ان دي عاده علي to smoke، ان هو يدخن. وهلاحظ حاجه هنا، ان انا استخدمت ايه؟ استخدمت هنا از. كنت في المثال اللي فات لو انت رجعت الشريحه اللي فاتت هتلاقي ان دي كانت ات واز علي's habit، كانت عاده علي، دي معناها ان ستوبد ات. لكن لما هنا بقول ات از علي's habit، دي عاده علي ودي عاده في المضارع، دي معناها ان هو كان عنده العاده دي في زمن الماضي وما زال معتادا عليها. طيب كده خلصنا من يوزد تو لما تكون مع العاقل. طب نفيها ايه مع العاقل؟ قول له بس في فيرب تو بي، يعني از هتبقى isn't. والمثال قدامنا علي isn't used to smoke. طب تعال نشوفها ثانيا مع غير العاقل.
مع غير العاك، مع غير العاك الجميلة جدا ونخلي بالنا منها شوية، مع غير العاك الممتازة قوي. اما يقول لك مثلا pen is used to write with، القلم بنستخدم في ان نكتب به، يبقى pen is used to write with، القلم بنكتب به. هنلاحظ حاجة غريبة، انا استخدمت هنا verb to be، كنت بقول يا جماعه لما الاقي فيرب تو بي بحط فيرب بلس اي ان جي، زي مثال علي كده، علي از ستيل سموكينج او علي از يوزد تو سموكينج. غريبه جدا ان انا استخدمت هنا كلمه ايه، رايت. علي از يوزد تو رايت، اعتاد ان يكتب. قال لك القاعده ببساطه هنا، احنا حطينا علي، او سوري، حطينا بدل علي بن. البن ده فاعل غير عاقل، فاعل غير عاقل، حلو الكلام. ثم بعد منه verb to be، ثم الفعل، ثم used to، ثم الايه، المصدر. طب انت ليه عملت مصدر هنا؟ اقول له ببساطه خالص، لانك حطيت فعل غير عاقل، فما ينفعش اقول pen is used to writing. طب انا غلست عليك وعايز اعمل write دي فعلا واكتبها writing، كل اللي هنعمله حاجه واحده بس، اللي هو تغيير حرف الجر. ازاي تغيير حرف الجر؟ تعال نشوف. بيقول لك مثلا هنا pen، نفس المثال اهو، pen is زي ما هي used، بدل to بقى هنغيرها لحرف الجر for، سامع ناس سبقتنا فيها، يبقى pen is used for writing، القلم يستخدم في الكتابة به، يبقى pen is used to write with بتساوي pen is used for writing. وبكده تكون خلصت قاعدة used to، وبالتالي خلص زمن الـ past simple، وهنبتدي ندخل دلوقتي على زمن أو مرحلة تانية، وهي مرحلة زمن الـ past continuous، الماضي المستمر.